طيب سمر، يعني كلمينا برضه عن شعور الاهالي دايما في الموضوع ده، يعني احساسهم ايه، كان معاك عامل ازاي، واتكلموا معاكي في ايه لما انت عملت الرحله؟ انا هقول حاجتين صغيرين. اول حاجه بالنسبه طبعا لبعض الاهالي كانت اوريدي مشاركه معايا في التور، ان هي كانت بتقوم بشرح برضو للحاجات اللي انا بقولها او التاريخ اللي انا بقوله للاطفال، فكانوا مبسوطين ان اطفالهم مبسوطين. فطبعا لما حد بيشوف ابنه ان هو مبسوط بحاجه زي كده وان في حد بيقدره، فدي حاجه كبيره قوي. ده موقف. الموقف التاني برضو فوجئت باتصال لمامتي انا في البيت، فواحده من القاهره بتقول لها انا مبسوطه جدا، هي صاحبتنا معاها طفله صموبه، انا مبسوطه جدا، وقعدت تعيط في التليفون باللي سمر عملته، بالمبادره العظيمه دي، يا ريت سمر تجيني القاهره وتكلم بنتي وتشرح لها، انا حسيت ان بنتي معاها، ربنا يوفقها. قعدت تدعي لي بقى، فانا حسيت طبعا قد ايه حاجه عظيمه اللي انا عملتها، ويا رب ان شاء الله تكمل واقدر ان انا اقدم لهم حاجه ان شاء الله.